بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس
بالقسط ولا تحصوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من بأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وجدك الله
Thank you.